استوديو لمسات راديو ما شاء الله واذكروا ربي عليها ضواتها هيلين وحيها زين والطالة أبهرت بزينك العين شافتها قمرة بالنور هلات على الحافلة والحبايب شاركوها بفرحتها الحلا في أرض ماجد كله جلة لجنة ما تشبه إلا مرايتها يا صدارة دايم الدوم محتلة بجمالها وحلاها وفتنتها شيخة ما مثلها فاني سوى والمن بزين جاد وتحداتها أم ماجد الحسن دقة معجلة فارقة في وصفها وابتسامتها والأدب والطيب بوصافها خصلة والله كملها بغلاها عسوة العسل نفخر بسيرتها جدتها اللي طيبها يا بري العلة أم محمد والكرم دوم عادتها والنعم بعمامها سيوف مسلة الرجال اللي تنومس بفزعتها يا هلا بعماتها حيها الطلة بنات العزية جمن بهبتها العمام شيوخ للعز محتلة أهل عز ونفتخر في شهاباتها لابت العسل والمجد هم أصله عزوة أبطال نعرف بسالتها والختام جعل العمر فرحة كله يلا تسعد أم ماجد بفرحتها أم ماجد أقبلت قول ما شاء الله واذكروا ربي عليها بطلتها هيلين وحيها الزين والطالة أبهرت بزينك العين شافتها قمرة على الحافلة والحبايب شاركوها بفرحتها الحلا في أم ماجد كله جلة لجنة ما تشبه إلا مرايتها يا صدارة دايم الدوم محتلة بجمالها وحلاها وفتنتها شيخة ما مثلها فانسة والله والمن بزين جاد وتحداتها أم ماجد الحسن دقة معجلة فارقة في وصفها وابتسامتها والأدب والطيب بوصافها خصلة والله كملها بغلاها ولطافتها بنت عز وربعها المجد هم أهله عزوة العسل نفخر بسيرتها جدتها اللي طيبها يا بني العلة أم محمد الكرم دوم عادتها والنعم بعمامها سيوف مسلة الرجال اللي بفزعتها يا هلا بعماتها حيها الطلة بنات العز ينجمن بهبتها العمام شيوخ للعز محتلة أهل عز ونفتخر في شهاماتها لابت العسل والمجد هم أصله عزوة أبطال نعرف بسالتها والختام جعل العمر فرحة كله يلا تسعد أم ماجد بفرحتها 3-5 واستوديو لمسات رنين.